اسمي محمد الأمين محمد عثمان، وأعمل كاستشاري في طب السموم السريري والباطنية العامة. والدي جاء إلى بريطانيا في العام 67، وأصلا تخرج طبيب من السودان وجاء للتحضير والتخصص، وبقي في بريطانيا من 67 إلى 85. بدون شك هو أكثر شخص أثر علي في حياتي، في الاختيارات العامة والخاصة كذلك. أنا ولدت في مدينة دورشستر في جنوب إنجلترا، وأنا الأكبر من بين أخواني. إحنا الحمد لله 4 أولاد وبنتين. قضيت جزء كبير من طفولتي في بريطانيا، سنتين الأوائل ما بين دورشستر ولندن حيث ولد شقيقي صهيب، وبعدها الوالد والوالدة رحلوا على مدينة كماذن في جنوب غرب مقاطعة ويلز. ذكريات الطفولة ترتبط ارتباط وثيق بمدينة كماذن في مقاطعة ويلز. يعني الحمد لله رب العالمين قضينا طفولة يعني كانت سعيدة جدا وجميلة جدا. نحن يجوز نكون كنا أول أسرة مسلمة كاملة في المدينة. ما كان في عرب، ما كان في مسلمين، يعني كان في طفل واحد فقط هو من أب من موريشيوس وأمه إنجليزية، فلذلك كنا غرباء. السنة اللي قضيناها في لندن صار عندنا وعي أكبر، لأن لندن فيها تنوع وفيها مختلف الجنسيات والأعراق، صار عندنا تنوع يعني إحساس أكبر بالتنوع وإحساس أكبر ووعي أكبر بأصولنا، وإنه نحن أصولنا من السودان، وإن نحن يعني لغتنا الأم هي اللغة العربية. الوالد عاد إلى السودان في العام 1985، و هناك عدة دوافع، لكن دافعه الأكبر إنه هو شعر إنه نحن الآن وصلنا سن تتشكل فيه شخصيتنا، ما كنا نتكلم اللغة العربية، بنحتاج نتعرف على أهلنا، على أصولنا، على ثقافتنا، وهذا أظن كان هو الدافع الأكبر. الأسرة لأن أصولها من شمال الخرطوم، من مدينة شندي، هي حوالي 180 كيلومتر شمال الخرطوم، فكل الأعياد عيد الأضحى وعيد الفطر كان يكون هناك مع الأسرة الكبيرة والعشيرة وكذا، وهذه كذلك خلقت لنا روابط مختلفة عن الروابط التي كانت عندنا في بريطانيا، لأنه المجتمع السوداني مجتمع واسع جدا وتشابكات، أبناء عموم وأبناء الخؤولة والجدود يعني ليس فقط جدك المباشر أو جدتك المباشرة، وكل الناس يسكنوا سويا وكذا. يعني هذه كانت نقلة ثقافية كبيرة جدا، وكل حد يسألك مين أنت تعرفني وأقرب لك من وين، وشبه لوغاريتميات وخوارزميات حتى تعرف على بعض الناس وكذا يعني، فهذه كانت نقلة ثقافية كبيرة جدا. لما رجعنا السودان ما كنا نتكلم اللغة العربية ولا نقرأ ولا نكتب، نفهم لكن نرد على الوالد والوالدة باللغة الإنجليزية. فالوالد صمم لنا برنامج مكثف جدا في دراسة اللغة العربية. لما عدنا للسودان يعني ما كنت أحفظ إلا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، لكن من حرص الوالد كذلك في مسألة اللغة العربية، ودائما الاحتقاد بأنه لا يوجد مثل حفظ القرآن الكريم
يعني تنقية اللسان. ولذلك كنا كل رمضان، ورمضان كان يصادف العطلات المدرسية وقتها، ندخل إلى مدرسة قرآنية أو ما تسمى بالخلوة. بالنسبة للدراسة الجامعية، أنا قبلت بكلية الطب بجامعة كردفان في العام 91. وقتها يعني الغريبة كنت بديت الاي ليفل هنا في بريطانيا، فعدت مرة أخرى بعد بداية الاي ليفل، لأنه جاني القبول في السودان، فعدت إلى 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 السودان. تنقل البيئات المختلفة من بيئة لبيئة لبيئة هي صقلت يعني محمد، خلته يعني يكون مرن وأكتيف. تخرجت من الجامعة في العام 98 وأكملت فترة الامتياز كطبيب ما بين العام 99 والعام 2000، وبعدها كان في سنة خدمة وطنية، فعدت إلى بريطانيا في نوفمبر من العام 2001. في العام 2002 بدأت في امتحانات القدرات المهنية الخاصة بالتسجيل للمجلس الطبي البريطاني، ووقتها مرت أسرتنا بفترة عصيبة، لأن الوالد كان تم احتقاله في السودان، فأصدرت بيان باسم الأسرة، وحتى في نفس اليوم ذهبت إلى السفارة السودانية، وأذكر طلبت مقابلة السفير السوداني لتسليم نسخة احتياج من البيان، وطفت على عدد من الصحف العربية التي نشرت الخبر، لأنه هو كان وقتها يشغل منصب الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية في السودان. فما تفرغت للدراسة، رسبت في ذلك الامتحان بفارق نمرة واحدة من 200، فكانت يعني تجربة مرة وقتها، لكن في الدورة اللي بعدها نجحت الحمد لله، ونجحت من أول مرة في امتحان القدرات العملية، وسجلت بعدها في المجلس الطبي البريطاني. في الأول درست دبلوم في طب المناطق الحارة في جامعة ليفربول، وبعدها جلست لامتحانات التسجيل بالمجلس الطبي البريطاني. أنا أعمل كاستشاري في طب السموم السريري، وعينت في هذه الوظيفة منذ نوفمبر من العام 2017 في إحدى مستشفيات برمنغهام، ولكن وظيفتي هي طبيعتها مزدوجة، فجزء منها محلي ممكن نقول في المستشفى، نراجع المرضى اللي بيتم تنوينهم واستقبالهم بسبب التسمم، سواء كان من الاستخدام الخاطئ أو المتعمد للعقاقير أو المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك بعض حالات الإدمان المختلفة، منها إدمان على الكحول وإدمان على المؤثرات العقلية. جانب آخر من الوظيفة هو تبع ما تعرف بالشبكة الوطنية لاستعلامات السموم، وهذه شبكة تتكون من 4 مراكز لمراقبة السموم في بريطانيا. برمنغهام هي إحدى المراكز 4 التي أعمل فيها، ونشارك جميعنا في مناوبة وطنية لتغطية استعلامات السموم السرية التي ترد عبر المكالمات الهاتفية خلال اليوم. هي خدمة 24 ساعة في اليوم طوال أيام السنة، فأحياناً أكون منايب كاستشاري للبلد كلها، وأحيانا أكون منايب مناوبة خاصة بالوحدة للمكالمات التي ترد للوحدة. في نفس الإطار هي لإعطاء النصائح المهنية والموجهات السريرية والعلاجية الخاصة بعلاج حالات السموم، خاصة الحالات التي تكون وخيمة. هذا التخصص في الحقيقة دخلته يعني جايز تقريبا عن طريق الصدفة، لحد ما لم يكن هو التخصص اللي كان على بالي أول ما بدأت مشواري يعني كطبيب، يعني كانت رغبتي في تخصص آخر، ولكن عبر السيرة المهنية خاصة لما ابتدأت جزء من التدريب التخصصي في مدينة نيوكاسل في شمال إنجلترا، واحتكاكي مع فريق الصيدلة السريرية، لأنه عملت في عنبر كان يشرف عليه استشارية الصيدلة السريرية اللي هم كانوا هم استشارين كذلك في طب السموم، يعني تشكلت عندي رغبة لمعرفة المزيد عن التخصص، وحقيقة استهواني التخصص كذلك.
ولذلك حولت من تخصص آخر إلى هذا التخصص، وكان ذلك في العام 2011. وبعدها قدمت وتم قبولي في البرنامج التدريبي، فكان برنامج تدريبي على مدى 5 سنوات في الصيدلة السريرية، لكن التخصص الدقيق كان الطب السموم السريري. وبعد ما أكملت التخصص ونلت شهادة التخصص من مجلس الطب البريطاني، عملت زمالة ما بعد التخصص لمدة عام معهم، وبعدها انتقلت إلى برمنغهام كاستشاري. من ناحية الأكاديمية، هي درجة الماجستير في طب السموم من جامعة كارديف، وهذه انجزتها في العام 2017 بحمد الله. وكانت الرسالة حول الكفاءة الاقتصادية أو الفعالية الاقتصادية لمراكز السموم البريطانية. كانت الدراسة أو البحث يركز على زاوية معينة، اللي هي كم نوفر لخدمات الخدمة الوطنية الصحية البريطانية من حيث منع الإحالة غير الضرورية إلى المستشفيات أو الخدمات الثانوية فيما يتعلق بالسموم. فالدراسة أثبتت أن الخدمة التي تقدمها شبكة الاستعلامات الوطنية البريطانية توفر فقط من حيث الإحالة من الخدمات الصحية الأولية نحو 6.5 مليون جنيه استرليني في السنة، في حين الميزانية كلها التي تقدمها الحكومة للشبكة كانت لا تتجاوز 3 مليون جنيه، ده ناهيك عن الخدمات الأخرى. فلذلك هي كفاءة عالية جدا، وكانت هذه أول دراسة في الموضوع، ولا زال يتم الاستشهاد بها في التقرير السنوي الذي تقدمه الشبكة لوزارة الصحة وللجمهور عن خدماتها يعني. ولعله هذا كان أكبر إنجاز لي بحمد الله سبحانه وتعالى. How would I describe working with Dr. Elamin professionally? Mohammed is a very good toxicologist. I've worked very closely with him in the management of acutely poisoned patients for a number of years now. And what I enjoy about working with Mohammed is that he always prioritizes good patient care. He's very calm under pressure and always works well in a team environment. بالنسبة لخدمة المعلومات، خدمة المعلومات التي تقدمها الشبكة الوطنية البريطانية هي في حقيقة الأمر الكوادر الصحية والطبية، ولكنها لا تقدم خدمة معلومات مباشرة إلى الجمهور. ولكن مثلا الخدمات الطوارئ مثل الإسعاف، مثل حتى أحيانا خدمة المطافي، خدمات الإنقاذ، هذه قد تتصل علينا للتأكد من إذا كان المريض اللي هم اتصل عليهم أو عثروا عليه يحتاج إلى النقل إلى المستشفى، وأي نوع من الخدمات أو أي نوع من الأشياء التي ينبغي يعني القيام بها، يتم الاتصال بنا. Clinical toxicology is a very small specialty within medicine. In the UK, there are currently only 17 clinical toxicologists, and Mohammed is one of those. The UK National Poisons Information Service provides emergency healthcare advice for the care of poison patients, and the service advises on in excess of 40,000 cases per year. Mohammed in particular has taken a prominent role in supporting continuing education of those who work within that service. And as the continuing education lead, Mohammed, who's filled that role since 2020, of course came on board to support the delivery of valuable educational content during the pandemic. So was very much forced to adapt to the constraints of COVID and introduce innovative ways of delivering an informative and valuable educational program. بالنسبة لعملي، عملي المباشر في المستشفى حين أكون يعني مناوب مثلا للسموم، بيكون مناطبية العناية بكل المرضى اللي بيتم تنوينهم أو استقبالهم في المستشفى، إما تعرضوا إلى التسمم بسبب أخذ جرعات زائدة من العقاقير أو الأدوية، أحيانا تكون بغرض الانتحار أو الإيذاء الذاتي لمختلف الأسباب، الاضطرابات النفسية، الاكتئاب وما إلى ذلك، أو التسمم عن طريق الخطأ يحصل كثيرا، أو حتى التسمم
بسبب الوظيفة عالجنا عدد من حالات التسمم مثلا بالرصاص، وكذلك علاج بعض الحالات المستعصية التي تتعلق بالإدمان على الكحول أو المؤثرات العقلية. فهذا هو العمل السريري المباشر في المستشفى. هناك جوانب أخرى فيها جانب البحث العلمي في مختلف القضايا المتعلقة بالسموم، وهذه أحيانا يكون فيها كتابة بعض الأبحاث أو بعض المقالات للدوريات العلمية أو مراجعة بعض كمحكم لبعض الدوريات، والتعليم الطبي للكوادر الطبية وكوادر التمريض، وكذلك مراجعة يعني واحدة من المسؤوليات المباشرة في الوحدة، لأن احنا نساهم في تحديث ومراجعة الموسوعة الوطنية لطب السموم. فهذه يقوم على صياغة الموجهات كمسودات في الأول الاختصاصي الاستعلام، فأنا عليك إنه أعيد تحريرها ومراجعتها قبل تسليمها للوحدة الرئيسية في أدنبرا حتى تخرج في الموسوعة المعروفة باسم توك سبيس، وهي متاحة مجانا لكل الذين يعملون في الحقل الصحي والطبي في بريطانيا ككل يعني. وكذلك أعمل في الباطنية العامة مناوبات متفرقة في المستشفى. So I'll often seek advice from Mohammed on a range of issues. I appreciate his perspective and his thoughts in particular, especially when I'm dealing with a number of different issues in the workplace. Mohammed has worked in a healthcare environment for many years and has quite considerable experience. And it's his personal nature and the fact that he's very approachable and easy to talk to discuss often quite sensitive issues that I admire most about him at a personal level. أنا عضو في مجلس إدارة منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب السموم، وعندنا مؤتمر سنوي دائما يكون في واحدة من دول الشرق الأوسط يعني، ونهتم بمسألة دفع وتقديم التعليم والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص علاج السموم والتسمم وتدريب الكوادر الطبية والصحية في منطقتنا يعني. وهذه فتحت لي بعض الأبواب كذلك، لأنه أصلاً طبعاً من السودان، فكنا نعمل على تدريب الكوادر والمساندة الفنية لمركز الخرطوم للاستعلامات الدوائية، وبحمد الله بدأنا كنا في نشر بعض الأبحاث حول التسمم بواسطة العقارب، لضغات العقارب والثعابين. Mohammed and I worked together supporting the development of a poison center in Addis Ababa, Ethiopia in 2019. We spent a week on location, and it was great to work with Mohammed on such a worthwhile endeavor. The second example that comes to mind is last year I spoke at the Menotox conference, or 2023, in Abu Dhabi. Mohammed is a board member of the Menotox Association, which represents clinical toxicology in the Middle East and North Africa. And it was great to see Mohammed featuring very prominently, taking a leadership role essentially in promoting the very small specialty of clinical toxicology within that specific community. Mohammed is without question a great role model for those from an ethnic minority background and is a great mentor. He's published some great research on a variety of issues ranging from the management of paracetamol poisoning, which is very common in the UK, to lesser common poisons such as thallium. But Mohammed also keeps Sudan very close to his heart with his recent work on the publication about management of scorpion stings. So I think Mohammed is very well-rounded and is quite inspirational. لا شك أن طبيعة عمل الوالد لعب دور كبير جدا في اختياراتي، ليس فقط المهنية والدراسية وإنما حتى في الحياة عامة يعني. الوالد فضلا عن كونه كان طبيبا مختص في أمراض الدم، كان نشط جدا هنا في بريطانيا في العمل الطوعي الإسلامي، العمل الطلابي، وفي إطار الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية يعني كان دائما يأخذنا معه إلى مكان العمل. ف
يعني عشنا في جو المنظمة وصلاة الجماعة والعمل الطوعي والعمل الدعوي، فكلها لعبت دور أساسي في تشكيل يعني ليس فقط شخصيتي أنا، فقط حتى إخواني يعني. والله كان في توجيه طبعاً، ونحسهم على الصلاة والتوجيه العام، وكنا بنطلع بيهم نجي لندن كثير عشان نقابل أسر يعني من نفس البيئة، من نفس الفكر، من نفس يعني بيئة مسلمة. كنا بنجي دار الرعاية كثير بالناس الأكبر منهم يعني عشان يشوفوا الطريقة الصحيحة للإسلام ويدرسوا كده، وفي مكتبة برضو للأطفال كان بيمشوا يعني يدرسوا فيها وكده. فالمهم كنا نحاول بقدر الإمكان تقريبا كل أسبوعين كل 3 أسابيع بنجي على لندن، فمنقابل يعني أسر كثيرة عربية مسلمة سودانية. أظن يعني أن الوالد كان حريص كذلك أنه ما تتكون عندنا شخصية منغلقة على طبقة اجتماعية أو على مجموعة ثقافية، ولذلك نشأنا يعني منفتحين على الكل يعني، ونستطيع أن نتعامل مع الكل يعني الحمد لله رب العالمين. أنا تزوجت في العام 2006، والزواج تم في الخرطوم في السودان، وكان هذه أول عودة لي إلى السودان بعد حضوري إلى بريطانيا في 2001. قصة الزواج جايز فيها شيء من الطرفة، إنه هو حصل نوع من الترشيح من أسرة تربطنا بها علاقة، رشحوا يعني زوجتي. لكن الطريف إنه أنا كنت التقيتها في كلية الطب، هي درست كلية الطب جامعة الخرطوم، لأنه كنت مرات أعطي بعض الدروس لبعض الطلبة في أوقات الفراغ لما كنت أنا شغال طبيب امتياز وفي الخدمة في السودان، لكن ما تذكرتها، وهي كانت تذكرني وكذا، فلذلك لم تكن بداية يعني جيدة لما اكتشفت إنه أنا ما تذكرتها يعني. كونها كانت سودانية وعربية ومسلمة، قطعا هذه كانت عوامل أساسية بالنسبة لي. أنا كنت مدرك أني الآن مقيم في بريطانيا وهذه إقامة ستطول، وكذلك أتذكر يعني ما مرينا به كأطفال ومسألة الهوية واللغة، فلذلك كانت بالنسبة لي مسألة أساسية تماما. يمكن محمد صح درس باللغة الإنجليزية، لكن جاء السودان وعاش فترة يعني، فتقريبا الثقافة كانت يعني متقاربة إلى حد ما يعني. أنا وطبعا تأثير الأهل يعني في نفس الوقت. علاقتي ممتازة جدا بزوجتي، وكونها كانت طبيبة كذلك يعني هذه ساعدت كثير جدا في تفهم مراحل التدريب، لأن مراحل التدريب فيها مناوبات طويلة وليالي طويلة وعدد من الامتحانات والدراسة، فلذلك ليست بالحياة بالضرورة السهلة أو الهينة اللينة. حينما كنا في نيوكاسل بحمد الله رزقنا ببنتنا تاليا اللي هي الآن عمرها 12 سنة، وبعدها ابننا إبراهيم كذلك من مواليد مدينة نيوكاسل وهو الآن عمره 9 سنوات، وقضوا يعني السنوات الأولى من طفولتهم هناك، لذلك يعني بالذات تالية شديدة التعلق بنيوكاسل، ولا أظن أنها حتى اليوم غفرت لي أننا ارتحلنا ونقلنا إلى برمنغهام. الحمد لله الأسرة الممتدة موجودة الآن في بريطانيا، فدائما حريصين أنه يكونوا عندهم صلة بأهلهم، والحمد لله الآن أجدادهم وجداتهم موجودين في بريطانيا، والأهل العمام والعمات وكذا، فدائما مهتمين بأنه يكون عندهم صلة بأهلهم وبالمدرسة العربية في عطلة نهاية الأسبوع وهكذا يعني.